إذن سؤال جدل نواعم اليوم هو بين الصراحة التامة والمجاملات الاجتماعية، هل في حل وسط؟ أعطيكم اليوم مجموعة من العبارات وتقولوا لي نعم أو لا. شفتوا شلون؟ ده حلو قوي، ده سهل قوي. جميل. المجاملة هي جزء حقيقي من الحياة وضرورة اجتماعية لا مفر منها. لا خالص. إلا شوفي بقى الهدوء بقى، شوفي الهدوء بقى وإلا لا شفت الاختصار يعني في الإجابة. احنا قلنا اختصروا بس مو نعم ولا طيب السؤال الثاني اقول لك لا يعني عشان حرام ما نضيعش لا هي مجاملة جميلة بس انا مش محتاجة اعملها يعني ليه ادوس على نفسي ان انا اروح اجامل في ناس كتير انا بما انه انت ما تجاملي. السؤال الثاني، هل خسرتي صداقات وعلاقات بسبب صراحتك؟ بصراحة لا ما خسرتش، لان انا بكون صريحه بزياده فبقول للشخص صراحتي من الاول فبيتقبلوني. وانت رايك يا نجم؟ في الحالتين ترى ممكن تخسرين فيها صداقات، سواء جاملتي ونفس ما انا اسوي انا اجامل بكل امانه، لانه عندي مبدا انساني لو نرجع للسؤال اللي قبل انه انا احسها ما اقدر اكون صريحه، لانه في ناس صراحتهم او يعتبرونها صراحه وهي تكون وقاحه مش صراحه بكل امانه. فانا عشان اتجنب اني اوصل الى هذه المرحله فانا اجامل، ممكن أخسر فيها أصدقاء. طيب سؤال، ضغطتي على نفسك وتحملتي ناس ومناسبات غير مهمة بالنسبة لك بس من باب المجاملة؟ يعني ما بعملش كده، بس ممكن في الشغل غصب عنك أن أنت بتكوني قابلتي ده، يعني قابلتي حاجة كده في الشغل، قابلتي أنك تروحي مثلا حاجة فيها أيا كان عشان مضطرة أن أنت تروحي غصب عني مش بإرادتي. لكن في العادي لو هي بإيدي لو أنا مش هروح طبعا مش هروح. إيه رأيك؟ شوفي صراحة أنا إلى فترة قريبة جدا بديت أقول لا أنا ما حجامل على حساب نفسي، ولكن بالعادة أنا أبغى أروح يسار بس هم يبغوا يروحوا يمين أنا أروح يمين، أنا كذا أجامل. أنت طيبة قوي يعني. والله العظيم أنت كذا حتى في البرنامج طيبة قوي يا نجلة، روح كذا تروح معنا، نجي كذا تروح معنا يا قلبي يا نجلة. فلكسبل فلكسبل. أن تعرف متى تختار الصراحة ومتى تختار المجاملة هو جزء من ذكائك الاجتماعي، نعم أم لا؟ لا شفتي العمق إزاي؟ لا برافو تعرف. برافو. لا الذكاء الاجتماعي ده ما حدش يتكلم فيه. موافقة ولا لا؟ موافقة. الذكاء الاجتماعي انا اتفق، ترى اتفقنا. ايوه. طيب سؤال، صراحة ممكن تكون جارحة في احيان ولذلك تفاديها ينقذ الطرف الاخر من ايذاء مشاعر. لا لا براحة شوية، نجاح، لان نجاح طلعت نجاح قوي. انا عندي ابسطه احاول اكون بسيطة. لا وكمان مع الاردني مع الاماراتي في ضد كده انا مش فاهم. ما هو انا كده. ما هو براحة. طيب نحاول كده بسط السؤال. الصراحة بعض المرات ده حقيقي ماشي مالها هتسبب الأذى، يعني لما تكوني صريحة يعني ممكن تأذي يعني دي سهلة الطرف الآخر. ممكن طبعا، وأنا مش أنا مش من النوع ده. يعني هي من شوية قالت إنه ممكن تبقى الصراحة فيها شوية، لا أنا باخد بالي لأني كبرت، أنا كنت وأنا طفلة ممكن مش فاهمة، بس دلوقتي أنا كبرت وعارفة أنا هقول إيه، بس قصدي صراحة بمعنى إن أنا مش إن أنا أقول لحد أنت دمك سم يعني، لا مش الدرجة دي، بس قصدي صراحة إن أنا أقول إن أنا مش مبسوطة، إن أنا مش مرتاحة، لا مش هقدر أعمل كده، لا دي حاجة مش شبهي، يعني مش لما بنيجي نعتذر عن حاجة بقول الحقيقة. نجلة صح. طيب الصراحة مهمة لأنه الكذب ما له ألوان، والوضوح مهم في أي علاقة سواء كانت صداقة أو حب. لا طبعا أكيد الصراحة مهمة جدا، ما بحبش الكذب ده خالص، بكره الكذب. صراحة مهمة، بس أرجع أقول في بعض الأمور صعب أنك تكونين صريحة لأنه ممكن هذا يسبب مهما كانت هي تختلف من شخص إلى آخر ليتقبل هذه الصراحة. مرات لا ما احنا مضطرين نكون صريحين، بس نحاول بطريقه او اخرى نوصل الشيء عشان ما نخسر علاقتنا. سوري قطعتك وهنا هسكت بقى، يعني انا لو انا مش هعرف اقول هسكت، مش هعرف اجامل. في ناس تقول لك خلاص انا مش هقدر اقول الصراحه، فاقول لك لا لا بالعكس ده جميل جدا، لا مش هقول لا جميل. هي صح لك هذه النقطه، هسكت لان انا مش هقول يعني خلاص مش عارف اقول الحقيقه هسكت. طيب الصراحه التامه في بعض الاحيان تعتبر وقاحه وتؤثر سلبا على العلاقات الاجتماعيه في حياتنا. الصراحة ما أكيد في ما حسب نوع الصراحة، ما لو في صراحة بتجرح فهي أكيد هتأثر، لكن صراحة حلوة وجميلة وكده بطريقة فن ولذيذة نقدر نوصل. أنت موافقة؟ هذه نقطة جدا مهمة، لأنه في كثير يقول لك أنا صريحة بس هو كان وقح. طب آخر سؤال، نعم أو لا، الصراحة أداة لبناء الثقة بين شخصين واعتمادها يقوي العلاقة بينهم. بالضبط 100%. إيه رأيك؟ صح.
حضور المناسبات الاجتماعية الهامة حتى لو كنا ما احنا حابينها مهم لتوسيع شبكة علاقاتنا. لا ما بحبش دي خالص، بكره. لا لازم أحذر بس عد مو لدرجة كبيرة لدرجة أنه خلاص يصير كل شوي.